عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم أريس قصة أريتيني أن أرغز في سكريا المشروع يسكت الحرام يسكت القمر إن يسي جزء الدرس شتات نغدوه نغدي أكي فكرة اللي حاجة ستتغيت ولا شي حاجة يسي جزء الدرس شتات يقدر سديت ولا كذا ولا لا المسألة تقيس تفصيل يغور تسين دماغ يخدم ولا ماني قال المصدر الحلال المصدر العيشنس هاتي اري جوزة تسقسات تبحث ما اختخدمت يغاكي غرا بحكم انه مسلم راد الدرس دوتش الدرس اني كيف كتغيت الحالة في السنة اري خلط ما بين الحلال والحرام ما بين اي زنزة الحرام اي زنزة الحلال راد الدرس شتات يغدو ربي يسكر داخل حالة السكرابت يغدو ربي الإنسان المشروعات نسيسكت كله الحرام ولكن بعد يتوب الله عز وجل توبة نصوحا يسكر توبة نصوحا صافي يندم صافي يبقى في المشروع نس ماشي مشكل يكثر من الصدقة لقصان إنك دخيفك راتي تغوي تردس شتردسات الحالة الرابعة أرقزد المصدر نس كله تيقى حرام المعيشة نس كله تقى الحرام من أولها إلى آخرها بحال مثلا داس لابار نشرب هو الدرس الى وحدت هذه زاد الخمور نقدر الصاك بوحدت ودي سي خلط حتى غير الحاجه يضني تيستنت بان المصدر الحلال المكسبنس ايغا حرام فالورع لك الا تاكل عنده من باب الورع علاش ان الله طيب لا يقبل الا طيبه انت خص الحلال نس خص ايغ طيب باش يتقبل ربي يكرم الاحسان الى الناس الاخرين يغور تسين تشتوف لكن اللي والو لكن يختسنت يعني خصك تتهاجرت عرفتي تنصحت باش دائما احبونك دونيسنك السرسولي جزء الا الحلال والله اعلم.